اوكي. فبعد هالمقدمه تدرون يعني احنا راح نسوي فورس بالانس يعني مومنتم بالانس على الكنترول فوليوم، ولازم نبدي نشتغل بالاكزام يعني بالموازنه. بس خلينا نضبط التايم. اوكي ريسيت ستارت. والموازنه راح تكون على هذا القانون، نت فورس يعني سميشن اف اكس اوكي يساوي لنا شنو النت تشينج بالمومنتوم، بالمومنتوم اللي داخل الكنترول فوليوم اللي هو نقدر نقول الاوت ماينس الان اوكي للكنترول فوليوم. ولازم نعرف شنو القوه، محصله القوه باتجاه الاكس على هذا الكنترول فوليوم. اللي يهمنا اول شيء المومنتوم، خلينا نصف المومنتوم، اريد المومنتوم الان الاوت. المومنتوم لازم اعرف الكتله الداخله لكل وجه اوكي، فهنا أنا لازم اعرف الكتله وبعدين اضربها في السرعه بهاي النقطه اطلع المومنتوم. خلينا نصف هسه راح نشتغل، اذا خلي بالك وياي راح نشتغل على المومنتوم. فنجي فهنا نجي ذا ماس فلو يعني الام دوت فلو ثرو بلين 1 يساوي نسحب هذا الفيجر زين. الماس بالوجه هذا يعني هنا اكزاكتلي هذا الوجه، شنو الام دوت هنا الداخله اوكي. فطبعا راح تقول الرو في اليو تمام في الدي واي صح، يعني السرعه هنا تقرا يو بهاي النقطه السرعه يو اوكي جود زين. بس هنا اريد انا مجر كلها فاسوي شنو انتجريشن من الزيرو للاتش جود دان. هاي لتس سي ايكويشن نمبر 1 زين. هسه هنا ذا مومنتوم، ذا مومنتوم ثرو بلين 1 راح شو يصير؟ المومنتوم زيرو للاتش، المومنتوم شنو؟ خلي لك اياها هنا لازم الام دوت في السرعه اوكي. فاذا معناته عندي الام دوت هاي هي رو يو دي واي في السرعه شنو؟ يو. فاذا نقدر نقول راح نقدر نقول نسميه انتجريشن من الزيرو للاتش رو يو تربيع دي واي. هاي معادله نمبر 2 كول. هاي بالنسبه فقط اللي داخل من هذا الاتجاه زين. زين الخارج شنو؟ هسه نجي ذا ماس فلو ثرو بلين 2. من هذا البلين خليني اسوي لك اياها بالجرين، شنو الام دوت اللي هنا؟ اوكي لازم اجي الام دوت هنا، فاكيد الام دوت هنا راح شو يصير عندنا؟ راح يصير عندنا انتجريشن من الصفر تو اتش نفسها اللي دخلت اللي هي رو يو دي واي زائد التغير اللي صار بالدي اكس. فاذا دي اوفر دي اكس في الدي اكس انتجريشن من الصفر للاتش رو يو دي واي. هذا شنو؟ هذا الماس سي 3 لتس سي كول ذس 1 3 زين. انا شريد المومنتم، فاذا المومنتم لازم اضرب شنو؟ في السرعه، لازم هنا تدخل سرعه وهنا تدخل سرعه، فنفس راح يصير ذا مومنتم ذا مومنتم فلو فلو سوري فلو ثرو ذا بلين 2 راح يصير عندنا انتجريشن من الزيرو للاتش نفسه اكزاكتلي بس السرعه شو يصير عندنا؟ رو يو تربيع، عرفنا ايش يو تربيع اللي انضربنا في السرعه بلس دي اوفر دي اكس انتجريشن من الزيرو للاتش رو يو تربيع دي واي في الدي اكس هاي معادله الكويجن 4 كول زين. هنا شويه يقول لك انتبه لي شلون؟ خلينا نحضر الماركر الريد ها شلون هذا؟ يقول كونسيدر الكونزرفيشن اوف ماس، يقول خلي باعتباراتك قانون حفظ الكتله ان يشو القانون ان الكتله لا تبنى ولا تستهدف ها لا تبنى ولا تستهدف زين اوف ماس. وهاي خلي ببالك زين. والنقطه الثانيه انه ماكو ام دوت جايت لنا من الوول صح؟ ماكو ام دوت، هو وول ما تجي من يم ام دوت زين.
هاي نقطتين. إذن الكتلة لا تفنى ولا تحدث والصلد ما يعطيني ام دوت زين. لعد هذا التعبير اللي موجود بالمعادلة ثلاثة هاي منين اجت الزيادة؟ هاي الزيادة منين اجت بالام دوت؟ اوكي زين. اذا شنو تفسيره؟ هاي الزيادة اجتي من البلين رقم شنو؟ اي منا الام دوت اجتي زين. اذا اجتي ام دوت معناته وياها شنو جابت؟ جابت وياها زخم. فاذا الام دوت شنو جاي منها؟ اذا عندي ام دوت ايضا داخله وايضا عندي زخم داخل منها، فاذا لازم نعتبره ان. فاذا the mass flow through plane AA. هنا انا راح يصير عندنا شنو مقداره؟ نفسه هذا سوري نفسه اكزاكتلي نفس هذا اللي هو الزياده. راح يصير عندنا هذا الزياده اللي هو دي على دي اكس انتجريشن من الزيرو لاتش رو يو دي واي في الدي اكس. اوكي هاي معادله فات زين. انا شنو دور الزخم اللي انا راح اسوي؟ انا اهم شيء يهمني الزخم. ها فاذا هسه هنا ذا مومنتم كل هذا نفس البلان هنا هنا دير بالك دير بالك هنا راح يصير عندي دي على دي اكس انتجريشن نفس الام دوت هذا تمام رو يو دي واي بس مضروب المفروض بمن؟ بالسرعه بذيك النقطه. لو تباوع لي السرعه بهاي النقطه شنو هنا السرعه بهاي النقطه؟ لان جاي شنو من خارج الباوندري لاير. اذا السرعه شنو هنا؟ يو انفينيتي. This is very important. فاذا هنا راح يصير عندي يو انفينيتي. اوكي؟ قلت هاي معادله كويشن 6. كول. زين احنا شو نريد؟ الحمد لله عرفنا الان والاوت مال المومنتم. انا اريد شنو؟ النيت مومنتم. النيت مومنتم يساوي لنا الـ out minus الـ in ويساوي طبعا هذا الـ net. اوكي net momentum الـ out راح نجيب المعادله وين الـ out؟ عندي هذا هذا الـ out تمام هاي المعادله راح نجيبها راح يصير عندنا like this sorry راح يصير عندنا integration right راح يصير عندنا integration من الزيرو للـ h رو يو تربيع دي واي زائد التغير دي على دي اكس انتجريشن اوكي انتجريشن من زيرو للاتش رو يو تربيع دي واي دي اكس هذا كله شنو هنا لا تنسى هذا شنو هذا اوت ماينس 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 الان الان عندي شنو عندنا هذا الان اوكي وير از ات هذا الان هذا الان وعدك الجاي من البلاين اي اي فعند انتجريشن من الزيرو للاتش رو يو تربيع دي واي بعد وعدك شنو؟ عندك هذا ان فعندك ايضا ماينس يو انفينيتي انتجريشن دي اوفر دي اكس انتجريشن من الزيرو للاتش رو يو دي واي هذا مضروب في الدي اكس حلو زين هذا كله هذا كله شنو عندك الان للمن للكنترول فوليوم فهنا عندنا شنو حدود من الشارع فهذا التيرم كنسل ويا من ويا هذا التيرم اوكي بقت عندنا تيرمين هذا التيرمين نقدر نبسطهم بشكل اخر اوكي شلون نبسطهم نطلع العوامل المشتركه يعني مثلا عندك الدي اكس الانتجريشن الرو السرعه دي واي دي اكس اوكي فراح نقدر نكتبها انه النت راح يصير عندي النت راح يصير عندي اوكي فراح نقدر نقول نطلع طبعا هنا عندك شنو الرو طبعا ثابته فاقدر اطلع خارج السوري اطلعها خارج الانتجريشن فنقدر نقول ماينس رو عامل مشترك انتجريشن الدي على دي اكس ايضا عامل مشترك
والانتجريشن من الزيرو للاتش عامل مشترك، اوكي زين. وعندي ايضا شنو مشترك؟ اليو، فاليو هنا اوكي، اليو هنا افتح قوس زين. وعندي هنا طبعا دي واي عامل مشترك، وهنا عندي دي اكس. هسه نجي هذا التيرم، هذا التيرم اللي تشوفوه على هذا التيرم، شو يبقى عندي بها؟ يبقى عندي بس يو انفينيتي صح؟ ماينس طبعا هالطرف، فاذا يبقى عندي يو انفينيتي. هذا التيرم، هذا التيرم على هذا التيرم، هذا التيرم قصدي، راح يطلع لي شنو؟ ماينس يو. هذا التشينج، هذا التشينج بالمومنتم، اوكي، اللي هي معادله 7. حلو. هسه اريد النت فورس، النت فورس، النت فورس عندي بس قوه واحده اللي هي الشير فورس. النت فورس هنا أنا راح تصير عندي قوه واحده اللي هي الشير فورس بمن باتجاه شنو؟ شير فورس باتجاه الاكس، ان اكس دايركشن. ويساوي لنا الشير فورس، تعرف انت انا لو ناخذها على صفحه هنا انه الاف اوفر اي يساوي لنا الشير باتجاه الاكس، اذا الاف يساوي لنا تاو في الاريا، اوكي زين. وحده وحده زين، التاو طبعا راح نقدر هنا نقول ماينس ميو دي يو اوفر دي واي، بس هنا وين؟ عند السطح عند واي يكون زيرو، لان الاحتكاك يبدي ويا من ويا السطح، عند واي يكون زيرو زين. في الاريا، الاريا لايك ذس، احنا عندنا هنا الاريا لاصي هذا طبعا دي اكس هنا واحد، فالاريا شنو عندك؟ هاي الاريا فهي دي اكس دي زد، فاذا دي اكس والزد طبعا واحد يبقى لايك ذس، اوكي حلو. الان هسه جهز عندنا المومنتم بلس احنا اللي هو قلنا النت فورس يساوي التشينج بالمومنتم، اوكي نقدر نقلبهم ما في مشكله. اذا تشينج بالمومنتم ايش طلع لي؟ ماينس رو دي اوفر دي اكس انتجريشن من الزيرو لاتش يو يو انفينيتي ماينس يو دي واي في الدي اكس، اوكي. النت فورس عندي ماينس ميو دي يو اوفر دي واي، هذا وين الجراديانت؟ اد واي يكون زيرو مضروب في الدي اكس، اوكي كول كل زين زين. عندنا بعض السمبليفيكيشن دي اكس ويا دي اكس تروح، ونقسم المعادله مالتنا، هاي المعادله كلها تقسيم ماينس رو، اوكي. راح شو نحصل هنا؟ سوري، راح نحصل عندنا دي اوفر دي اكس انتجريشن من زيرو ل اتش يو يو انفينيتي ماينس يو مضروبه شنو عندنا في الدي واي، اوكي هاي المعادله يساوي لنا ماينس ميو اوفر ماينس رو دي يو اوفر دي واي ات واي ايكوال زيرو واي زيرو زين. ماينس ماينس ميو على ماينس رو شو يساوي لنا؟ الكينماتيك فيسكوسيتي، اوكي كينماتيك فيسكوسيتي. اذا نقدر نكتبها معنى اخر انه هو دي اوفر دي اكس انتجريشن من زيرو ل اتش يو يو انفينيتي ماينس يو مضروبه في الدي واي يساوي لنا كينماتيك فيسكوسيتي دي يو اوفر دي واي بي كيرفول ات واي ايكوال زيرو زين. لهنا نوقف، عندنا تعليقات على هالمعادله. هالمعادله طبعا تخلي، راح اخلي لك اياها بريكتانجل، اوكي وريد بي، هذه يسموها الانتجرال، لا تنساها يسموها الانتجرال، انتجرال يعني بها انتجريشن، انتجرال باوندري لاير ايكويشن، انتجرال باوندري لاير ايكويشن. ونقدر يسموها شنو؟ طبعا هاي التحليل اللي سويناه كله وهاي المعادله وصلناها سواها منه فون كارمن، فون كارمن. فون كارمنز اناليسيس، اوكي فون كارمن اناليسيس. لو تباوع لي على هاي المعادله، هاي المعادله اوكي زين. الحدود مال الانتجريشن مالتها من الزيرو لاتش زين،
إذا يعني إذا أريد نحل هاي المعادلة طبعًا إذا أريد نحل هاي المعادلة بال H شج قد عندي السرعة هنا السرعة اشتقرأ لي بال H تقرأ لي شنو U infinity خارج البونتر في U infinity ناقص U infinity في صفر أوكي فلهذا الريزن طبعًا لهذا الريزن لهذا الريزن لازم شنو change هاي المعادلة مكان ال H أحوله إلمن إلى دلتا لازم أحوله إلمن إلى دلتا أوكي فإذا d over dx integration من الزيرو للدلتا u u infinity minus mu dy يساوينا du over dy at y equal zero اوكي طبعا هاي معادلة فون كارمن او اللي هي integral يعني نقدر نقول عليها integral boundary layer زين زين هنا انا اريدك تنتبه هنا هاي المعادلة اذا عدي ال velocity distribution يعني أدي طبعاً معادلة تكرار U function للواي زين جيت عوضتها هنا جيت عوضتها هنا وجيت هاي المعادلة partial U على partial Y وسويتها بالصفر طلع لي فتر وعوضتها وين هنا وحليت الانتجريشن المفروض أوصل شنو أوصل إلى علاقة علاقة ويامن إنه دلتا ودلتا X أوكي فإذن إذن الكي ثينكس هنا الكي ثينكس هنا خلي بالك إذا تريد تطلع تبدي دائما منين for example أعطيك أنا integral boundary layer for example وأعطيك أنا velocity distribution وأقول لك طلع لي دلتا فأنت لازم تعوض velocity distribution here وتشتقها وتساوي بالصفر here وبعدين تحل integration توصل المن إلى علاقة الدلتا هي function للإكس هاي العلاقة اللي نقدر نحسب منها thickness مال boundary layer I will stop here and then we'll continue